إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه هو الحكم العدل وهو اللطيف الخبير بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانك رب سبحانك سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحان من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء قد جمد ووزع الأرزاق على عبيده ولم ينسى منهم أحد سبحانك ربي سبحانك كتب على نفسه بالبقاء وكتب على جميع خلقه بالفناء فقال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى عنه الظلمة فتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فاللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار الأطهار صلاة وسلاما دائمين متلازمين متكاملين متواجدين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله اللهم صل على محمد عدد خلقك اللهم صل على محمد زينة عرشك اللهم صل على محمد مداد كلماتك اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على محمد عدد ورق الأشجار اللهم صل على محمد عدد ماء البحار اللهم صل على محمد عدد قطرات الأنهار اللهم صل على محمد عدد ماء الأمطار اللهم صل على محمد كلما جن الليل وأقبل النهار يا نفسي لا تتكبري يا نفسي لا تتكبري فغدا عن الدنيا سوف ترحلي وعلى الأعناق إلى القبور سوف تحملي وفي التراب مع الديدان سوف تدفني فيا نفس لا تتكبري ثم أما بعد كيف حالكم؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أسأل الله أن ييسر لكم. إني أحبكم جميعا في الله، أحب الصغير والكبير، أحب الطالب والمدرس، أحب المشرف، أحب الإداري، أحبكم جميعا. هذه شهادة من قلبي في بيت ربي، هذه شهادة من قلبي في بيت ربي، إني أحبكم جميعا في الله. ويعلم الله عز وجل أني قد اشتقت لرؤياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذه المحبة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فيعلم الله عز وجل أني أحبكم في الله. انقطعنا عن التجويد ما يقرب من شهر،
قد يزيد قليلا أو قد ينقص قليلا، أليس كذلك؟ لكن يا ترى هل كنتم تستمرون في التجويد تروس 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 تروس، أم هوب توقفتم؟ كنتم تقرؤون المتون، تحفظون المتون وتراجعون التجويد أم لا؟ ها؟ أسأل الله أن يذكركم يا رب، أسأل الله أن يذكركم. لكن عفوا أستأذن منكم بضع من الدقائق، ولكن أريد أن تنتبهوا جيدا لما أقوله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التجويد، بعيدا عن التجويد. نحن الآن في شهر شعبان، أليس كذلك؟ نحن الآن في شهر شعبان نقبل على خير حصاد، ونقبل على بحر عميق من الحسنات، ومحيط كبير من الخيرات، ونهر واسع من الطاعات، أليس كذلك؟ ألا وهو شهر رمضان. شهر رمضان هذا الشهر شهر جميل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس في شهر شعبان يغفلون، يغفلون في شهر شعبان. لماذا؟ لأن شهر شعبان يأتي بين شهر رجب وبين شهر رمضان، شهر رجب وشهر رمضان. شهر رمضان هذه فيه فريضة لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، أليس كذلك؟ فالناس يستعدون لهذا الشهر. وشهر رجب هذا من الأشهر الحرم، أليس كذلك؟ هذا شهر عظيم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هي الأشهر الحرم؟ ها، من يعرفها؟ منها أربعة حرم: شهر رجب، وشهر الله المحرم، ها ماذا؟ ذو القعدة، جميل، وذو الحجة، بارك الله فيكم، أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. إذن شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. فالناس في شعبان يغفلون والعياذ بالله ما بين رجب وما بين رمضان، وهذا أمر خطير. انظر بعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا هناك ثلاثة أشياء: هناك أعمال ترفع إلى الله يوميا في كل يوم، كل يوم لابد أن ترفع، وهناك أعمال ترفع إلى الله أسبوعيا في كل أسبوع، وهناك أعمال ترفع إلى الله سنويا في كل سنة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أعمال يومية وأعمال أسبوعية وأعمال سنوية؟ لماذا لم يكن هناك ترفع الأعمال سنوية فقط في كل سنة مرة فقط، أو في كل أسبوع مرة فقط، أو في كل يوم؟ الأعمال التي ترفع في كل يوم لها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال التي ترفع أسبوعيا لها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال التي ترفع سنويا ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وسلم. هناك أعمال يومية لأنك تفعلها كل يوم، كل يوم لابد أن تفعلها. الصلاة هذه فريضة، كل يوم لابد أن تعملها، ليس كذلك؟ هذا اليوم today، هذا اليوم تصلي العصر، غدا تصلي العصر، بعد غد تصلي العصر، في كل يوم. ولذلك ترفع هذه الأعمال إلى الله عز وجل، سنذكر الحديث. هناك أعمال ترفع أسبوعيا لأنها لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة، مثل صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ تأتي في الأسبوع كم مرة؟ مرة واحدة، أليس كذلك؟
وهناك أعمال ترفع سنوية لأنها لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة، مثل فريضة الصيام، أليس كذلك؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي في الحديث الذي رواه سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. انظر إلى شاهد الحديث: يرفع إليه عمل اليوم قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل اليوم. إذن في كل يوم يرفع تقرير إلى الله عز وجل: محمد صام اليوم وقام الليل وقرأ القرآن وصلى على النبي العدنان وسبح واستغفر وأحسن المعاملة مع الجوار وأحسن الخلق في المعاملة مع الناس. كل هذا تقرير، تقرير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع إليه عمل اليوم قبل عمل النهار، عمل اليوم قبل عمل الليل، عفوا، عمل اليوم قبل أن يأتي الليل. جميع الأعمال التي فعلت بالنهار ترفع إلى الله عز وجل. من الذي يكتب هذه الأعمال؟ مدرس، موظف، إداري، كلا. وإن عليكم لحافظين كراما، ها، يعلمون تفعلون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. في كل أفعالك وأعمالك وأقوالك أنت مراقب، لا تحسبن أنت مهمل ومتروك، كلا، أنت مراقب، تكتب عليك كل صغيرة وكل كبيرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ها، عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفي سورة المعارج: عن اليمين وعن الشمال عزين، أي يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. إذن كل الأعمال التي تفعلها في اليوم ترفع، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل اليوم قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل اليوم. كل يوم هذا تقرير يومي، الملائكة تكتبه وترفعه إلى الله عز وجل. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك تقرير أسبوعي، في كل أسبوع ترفع الأعمال الله في يومين، في يومين في الأسبوع. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس، ماذا قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترفع الأعمال فيها إلى الله في هذين اليومين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أليس كذلك؟ هذا حديث النبي. يبقى هناك تقرير وأعمال ترفع في كل أسبوع، في كل أسبوع. في أي يوم ترفع؟ في يوم الاثنين ويوم ماذا؟ الخميس. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الخطورة، الخطورة، هذا أمر خطير. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وما رأيته في صوم شهر أكمل منه في غيره في شهر شعبان. يعني أكثر شهر النبي يصوم فيه بعد شهر رمضان هو شهر شعبان. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن الناس يغفلون فيه ما بين رجب وما بين رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال في هذا الشهر، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. رمضان، شهر رمضان الذي صمته في العام الماضي يرفع في شهر شعبان الآن. شهر رمضان الذي صمته في السنة الماضية، في العام الماضي، يرفع الآن، يرفع في هذا الشهر. هذا شهر ترفع فيه الأعمال الله، الأعمال السنوية، الأعمال السنوية ترفع فيه لله عز وجل.
لا تحسبن أن الأمر انظر انظر بأي شيء تتقدم به إلى الله عز وجل وأي شيء حسن تريد أن يراك فيه الله عز وجل في هذا الشهر. كما قال العلماء أن شهر رمضان هذا شهر شعبان هذا مقدمة لشهر رمضان، كما أن الخطيب حينما يخطب لا يخطب مرة واحدة فجأة مباشرة وإنما يذكر مقدمة أولا، أليس كذلك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول موضوع لقائي معكم اليوم أو موضوع خطبة اليوم أو محاضرة اليوم عن كذا كذا كذا، فلا بد أن يذكر المقدمة أولا، أليس كذلك؟ فهذا شهر شعبان مقدمة وتمهيدا لشهر رمضان. لماذا؟ حينما تقوم الليل في شعبان، حينما تصوم بعض الأيام في شعبان، فإذا ما جاء شهر رمضان تجد الأمر بالنسبة لك طبيعي، ليس هناك مشقة، أليس كذلك؟ ليس هناك مشقة، لكنك في شعبان تأكل كثيرا وتنام كثيرا وتلعب كثيرا، وإذا ما جاء شهر رمضان مباشرة تجد نفسك متعب وتعاني وفي قسوة وفي تعب وفي عناء. الإسلام الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، يقول لك صم حسب ما يقدر الله لك وحسب ما تستطيع، كما قال ربنا فاتقوا الله ها ما استطعتم، فاتقوا الله ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أمر مهم جدا، الأعمال ترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا، أليس كذلك؟ الأعمال الأسبوعية ترفع في يوم الاثنين والخميس، أليس كذلك؟ بأي شيء كان يتقرب النبي إلى الله عز وجل في هذين اليومين؟ بالصيام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لم يتقرب بقراءة القرآن، بالإنفاق، بالقيام، إنما تقرب إلى الله بماذا؟ بالصيام. وحينما أخبر أن الأعمال ترفع في شهر شعبان أيضا، كان يصوم كثير في شهر شعبان، لماذا تصوم يا رسول الله؟ قال لأن الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، إذن يتقرب إلى الله ويطيع الله عز وجل ويختار الطاعة الجميلة ألا وهي الصيام، ليس كذلك؟ لماذا الصيام؟ لماذا؟ هناك أشياء كثيرة، هناك الإنفاق في سبيل الله، هناك قيام الليل، هذا شيء جميل، هناك قراءة القرآن، هناك أشياء في الدين كثيرة لا تحصل تعد، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يختار الصيام. لماذا؟ لو نظرت، نحن عندنا فرائض الإسلام كم؟ بني الإسلام على خمس: توحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، ما استطاع عليه سبيل. حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فريضة الحج بيّن لنا أجرها وثوابها، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أليس كذلك؟ وحينما تكلم عن فريضة الصلاة قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، الصلاة نور، في حديث المشهور الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك حجة، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم. بإذن لما تكلم عن فريضة الحج قال وبين لنا ثوابها: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما تكلم عن الصلاة قال الصلاة نور، الصلاة والزكاة، لكن في الصيام لم يبين لنا. لماذا؟ لأن الصيام لعظم أجره ولكثرة أجره قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، أجر عظيم كبير، الصوم لي وأنا أجزي به، من صام يوما واحدا في سبيل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هناك أمر آخر، لو أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالذكر
أو بقراءة القرآن أو بالتسبيح أو بالتحميد، ممكن في وقت تذكر الله عز وجل أو في وقت آخر تنشغل بشيء، أليس كذلك؟ تفضل. أليس كذلك؟ لو تتقرب إلى الله بقراءة القرآن ممكن تقرأ ساعتين أو ثلاث ثم بعد ذلك تريد أن تنام أو تستريح، أليس كذلك؟ لكن الصيام متواصل. لو أنك انشغلت بشيء أنت أيضا صائم منقطع عن الطعام والشراب، أليس كذلك؟ لو أردت أن تستريح وتنام فأنت أيضا صائم، أليس كذلك؟ إذن هي عبادة متواصلة مع الله عز وجل، انقطاع كامل، أليس كذلك؟ فهذه من أعظم الطاعات ومن أعظم الفرائض والقربات إلى الله عز وجل. لماذا تصوم يا محمد صلى الله عليك؟ لماذا تصوم في هذا اليوم؟ لماذا الصيام؟ أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، أتقرب إلى الله عز وجل بهذه الفريضة أو هذه الطاعة أو هذه الحسنة أو هذا الخير، لأنه من أفضل الخيرات إلى الله عز وجل. ولذلك الله لم يحدد ثواب الصيام لأن ثوابه كبير عظيم، قال هذا خلاص، لم يحدده ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من الأولياء ولا من الأقرباء، من الذي يحدد ثواب الصيام يا رب؟ قال الصوم لي وأنا أجزي به، خلاص هذا أجره لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا لو أنك دخلت في غرفة في حجرة في كامر وأكلت وشربت كثيرا طعام، أكانا شراب مينيمو أو وشربت كثير، هل يراك أحد؟ هل يراك أحد من الناس؟ أنت رقيب على نفسك، أنت تراقب الله عز وجل. كدخلت في أي مكان هناك كأس من الماء تشرب، هل يراك أحد؟ هل يراك أحد وأنت تشرب؟ لا يراك إلا من؟ إلا الله. فهذه طاعة وفريضة، سواء كانت فريضة صيام شهر رمضان أو طاعة بأنك تصوم صيام النافلة في شهر شعبان أو في غيره، هذا أمر بينك وبين الله عز وجل. ولذلك الله أعطى للصائم هدية عظيمة. تعرفون معنى كلمة هدية؟ هدية، جائزة عظيمة. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوته، منهم الصائم طول اليوم بأي شيء تدعو، لكنك تصوم حق، تصوم حق، ليس عن الطعام والشراب فقط، بل عن النظر وعن السماع وعن الكلام بما حرم الله، كل هذا تصوم تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. طيب، إذن عندنا أعمال ترفع يوميا، كل يوم ترفع إلى الله، أليس كذلك؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. أعمال ترفع أسبوعيا، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس قال لأن هذه الأيام يرفع فيها الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أليس كذلك؟ شهر شعبان كان يصوم صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن ذلك قال لأن الناس يغفلون فيه ما بين رجب وما بين رمضان، وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم السنوي. لكن في شهر شعبان اجتمع فيه ثلاثة، ترفع فيه أعمال يومي أليس كذلك؟ وترفع فيه أعمال أسبوعي، ترفع فيه أعمال سنوي أليس كذلك؟ اجتمع الثلاثة في شهر ماذا؟ شهر شعبان. كل أسبوع في يوم اثنين وخميس أليس كذلك؟ ونحن في شهر شعبان، وكل يوم نصلي ونعبد الله عز وجل ونذكر ونسبح ونستغفر وترفع الأعمال. إذا ترفع الأعمال أعمال يومية وأسبوعية وسنوية اجتمعوا ثلاث في شهر شعبان أليس كذلك؟ طيب، بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام عندكم امتحان أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تستعدون الامتحان أليس كذلك؟ طيب، كيف استعددتم لشهر رمضان؟ هل أنت استعدت كما لو تذكرون في السنة الماضية كان معنا أنس، الآن هم تحت الأرض في القبور أليس كذلك؟
في شهر رمضان الماضي كان معنا أناس يعيشون ويصومون معنا، الآن هم تحت الأرض، أليس كذلك؟ وأنت ما زلت تحت الأرض، أنعم الله عليك بنعمة الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، الآن أنعم الله عليك وأنت ما زلت على قيد الحياة، والملك يكتب لك حسنات، أليس كذلك؟ الملك يكتب لك حسنات، اجتهد في طاعة الله واجتهد في العبادة. الناس في استعداد شهر رمضان بينقسم القسمين، الناس في استقبال شهر رمضان ينقسمون الى قسم قسمين: صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو مسرور ومشتاق لشهر رمضان، ومنهم من هو حزين ومهموم لانه جاء شهر رمضان. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ينقسمون القسمين، منهم ما هو مسرور ومستبشر ومشتاق لشهر رمضان، ومنهم من هو مهموم ومكروه وحزين. هذا هو المنافق الحزين، هذا هو المنافق. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم استبشروا. هناك صنف من الناس والعياذ بالله اذا ذكرته بالنبي وبالاسلام وبالاحاديث وبالايات القرانيه وكذا يتنفض ويغضب ويزعل ويشمئز. اسال الله ان لا يجعلنا منه. هذا قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أسأل الله ألا يجعل منهم. هناك صنف آخر مستبشر وفرحان ومشتاق، لكن انتبه جيدا، هذا الصنف الذي هو فرحان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم لكن قسم. منهم من هو فرحان ومسرور لأن هناك أطعمة وهناك أكل لا يكون إلا في شهر رمضان، ومشروب عصير لا يكون إلا في شهر رمضان، أليس كذلك؟ ومنهم من هو مسرور لأن هناك مسلسلات وأفلام ومسرحيات وأشياء تأتي في القنوات وفي التلفاز لا تأتي إلا في رمضان، لك هذا فيلم أكشن أو فيلم ما شاء الله، هذا الفيلم أنا سمعته من السنة الماضية ما رأيته، وهم يعلنون عنه أنه سوف يأتي في رمضان، هو مسرور لأن المسلسلات والأفلام والمسرحيات والأشياء التي لا تعرض إلا في رمضان هو مسرور بها، لأن هناك شياطين الإنس ليس شياطين الجن، شياطين الجن بفضل الله عز وجل كما قال النبي: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، أي قيدت، هذه شياطين الجن. أما شياطين الإنس والعياذ بالله هؤلاء ينفقون أموالهم كما قال ربنا: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء يريدون أن يلهوا الناس عن القيام، ينهوا الناس عن الصيام، يلهوا الناس عن قراءة القرآن، يلهوا الناس عن هذا الخير العظيم، هذا البحر الكبير الذي هو مليء بالخير وهذا المحيط الواسع، يريدون أن يلهوا الناس. فهناك من هو مسرور بشهر رمضان لأن هناك طعام وشراب ومأكولات لا تأتي إلا في شهر رمضان، هناك من هو مسرور لأن هناك مسلسلات وأفلام ومسرحيات وأشياء ما أنزل الله بها سلطان لا تأتي إلا في رمضان، وهناك من هو مسرور، وهناك من هو مسرور لأن هناك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هناك من هو مسرور لأنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ويريد أن يدخل من هذا الباب، هناك من هو مسرور لأن هذا الشهر
لله في كل يوم وليلة عتقاء من النيران، منهم من هو مسرور لأن فيه ليلة خير من ألف شهر، منهم من هو مسرور لأنه يدرك تماما هذا الخير العظيم. شهر رمضان هذا هو قريب من الله عز وجل، وقلبه يحب الطاعات ويحب الخيرات ويحب الحسنات، يحب أن يناجي ربه تبارك وتعالى في شهر رمضان. إذن الناس في شهر رمضان أو في استقبال شهر رمضان ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو حزين ومهموم والعياذ بالله، وهذا الذي في قلبه مرض لأنه لا يحب الخير ولا يحب النفحات ولا يحب الحسنات ولا يحب الطاعات، بل والعياذ بالله هناك ناس في شهر رمضان تراهم في نهار رمضان يشربون الماء وفي النهار يأكلون الطعام ولا يستحيون، وعليهم صحة ما شاء الله كالجبال، لكن هؤلاء والعياذ بالله الله لا يريدهم، الله لا يريدهم، لا يريد هؤلاء الصنف، هؤلاء الصنف الفاحش الفاسق، أسأل الله لنا ولهم الهداية. الصنف الآخر ما هو مسرور ومستبشر ومشتاق لرمضان، لكن لماذا أنت مشتاق لرمضان؟ لأن هناك طعام جميل جيد لا يأتي إلا في رمضان، هناك شراب لا يأتي إلا في رمضان، أم أن هناك أفلام ومسلسلات وأشياء تحارب الناس المحترمين الطائعين للرحمن وللنبي العدنان صلى الله عليه وسلم تريد أن تسمعها في شهر رمضان، أم أنك مسرور بشهر رمضان لأن فيه حسنات وفيه خيرات وفيه طاعات وفيه نفحات من قبل رب الأرض والسموات؟ فهذا الصنف الأخير نقول له هنيئا مريئا لك، هنيئا مريئا لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر، ليس السفير ولا الوزير ولا الأمير، الذي قال ذلك الذي قال عنه ربنا وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، الذي قال عنه ربنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي قال عنه ربنا ما كذب الفؤاد صلى الله عليه وسلم، لم يكذب قط. فحينما يقول خاب وخسر خلاص فينش، خاب وخسر، من قال عنه النبي خاب وخسر فهو من الخائبين ومن الخاسرين ومن رحمة الله من المطرودين والعياذ بالله. انتبه من الآن، انتبه جيدا، انتبه جيدا، واستعد لهذا الشهر بأن تقبل على الله عز وجل بتوبة وأوبة ونوبة ورجوع إلى الله عز وجل. إذا كنت أنت مثل العام الماضي خلاص ليس هناك جديد، كأن لم تكن، كأن رمضان لم يفعل فيك شيء، لابد وأن تتغير، لابد وأن تتغير إلى الأفضل، لابد وأن ترتقي إلى الأحسن، لم تكن مثل السنة الماضية، لابد أن تتغير مع الله عز وجل، لابد أن تقبل على هذه الأشياء، لابد أن تقبل على هذه الأشياء حتى يكون لك منها نصيب، يكون لك منها نصيب. إذ لم تسعد في شهر رمضان فليس هناك سعادة، وتجتهد إلى الله عز وجل في هذا الشهر، شهر شعبان، شهر شعبان. العلماء يقولوا شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ثلاثة أشهر، ليس كذلك؟ شهر رجب شهر الزرع، كأنك تأتي بزرع وتزرعه، شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، شهر ماذا؟ السقي، كأنك تسقي هذا الزرع، وشهر رمضان شهر الحصاد، جني الثمار، كأنك تزرع شجرة منجو أو جامبو، عرفون الجامبو؟ تزرع شجرة جامبو في شهر رجب، هذه الشجرة لن تكبر ولن تأتي بثمار إلا إذا أعطيتها الماء، أليس كذلك؟
هذا شهر شعبان هو شهر الماء، شهر السقي. فإن زرعت هذه الشجرة زرعا طيبا وسقيتها بماء طيبا سوف تثمر، تأتي لك بجنبه هذا، أليس كذلك؟ هذا ما يسمى بالحصاد، هذا جني الثمار، أن تأخذ الثمر الذي في هذا الشجر، هذا في شهر رمضان. شهر ماذا؟ شهر رمضان. ما زرعته، لو أنك لم تزرع شيء هل ستأخذ ثمار في شهر رمضان؟ ليس، لأنك لم تزرع شيء، أليس كذلك؟ لو أنك زرعت شيء، شجرة أو أي شيء، ولم تسقيه، لم تعطيه الماء، لم تروي ظمأه، هل هذا الشجر سوف يأتي بثمر؟ ليس. لكن أنت عندكم هنا ما شاء الله لا تسقون الشجر، المطر يأتي من السماء ما شاء الله. إذن شهر رجب هذا شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان تشرب المية خلاص، جني الثمار تأخذ الثمر، ليس كذلك؟ تفضل. ليس كذلك؟ فهذه أشهر طيبة وهذه أيام جميلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. لو أن وجدنا رجل أمام هذا المسجد، أمام هذا المسجد ومعه كتاب شرح البخاري، كتاب فتح الباري في شرح البخاري لابن الحجر العسقلاني، ليس كتاب واحد، كتب كثير، يقول من يأتي إلي يسلم علي، يلقى عليه السلام ويسلم علي، يأخذ كتاب، هل أحد سيبقى في المسجد؟ كلنا سوف نخرج إليه ونسلم عليه ونأخذ الكتاب، ليس بالأموال، بالمجان، بالمجان، أو معه ذهب عظيم، قل من يأتي ويأخذ هذا الذهب بدون ثمن، كلنا سوف نذهب، أليس كذلك؟ الذي في شهر رمضان أفضل من 100,000 ذهب، وأفضل من 100,000 صحيح البخاري، ولا تتعب أبدا، ولا تتعب أبدا، بل أنت حينما تصوم تجد نفسك ترتقي وتتقرب من الله عز وجل، تتقرب من الله عز وجل. سيدنا موسى لما ذهب لميقات الله عز وجل كما قال ربنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه ماذا فعل؟ قبل أن يذهب لميقات الله عز وجل ويكلم الله صام 40 يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، ها 40 ليلة، صام 40 يوما مع أنه نبي، لكنه صام حتى يرتقي 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 إلى أن يتأهل لملاقات الله عز وجل ويتأهل لميقات الله عز وجل. ومع ذلك لم يستطيع موسى عليه السلام، لم يستطيع. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا كان جبل عظيم، أنتم تعرفون الجبال هنا تصل إلى السحاب، ليس كذلك؟ سيدنا موسى كان على هذا الجبل ليكلم الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل، قل علماء لما ظهر من ذات الله عز وجل قدر درهم، قدر درهم، جعله دكا. الجبل أخذ ينزل إلى في الأرض سريعا 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 حتى أصبح مستوي بالأرض، بل أنه نزل تحت أيضا. حينئذ خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. عفوا يا إخواني، أنا كان لازم ولابد أنني أذكركم بهذه الأشياء. أنا أعرف جميعا أنكم كلكم تعرفون هذا، لكن الله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وفي آية أخرى فذكر
إنما أنت مزك لست عليهم بمزيطر. هذا الإمام حمزة، لست عليهم بمزيطر. وفي آية ثالثة: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فأنا عفوا إن كنت قد أطلت عليكم، أو عفوا أننا لم نتكلم في التجويد في هذا اليوم، لكن هناك شيء عظيم وضيف كريم سوف يقبل علينا. أنت حينما يأتيك الضيف أنت تكرم الضيف، أليس كذلك؟ حينما يأتيك ضيف أنت تكرمه، أليس كذلك؟ وهذا كان من عادات العرب وما زال. سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما جاءه ضيفه لم يشتري له دجاج، لم يشتري له سمك، لم يشتري له 2 كيلو لحم غنم أو لحم بقر، ليس، بل كما قال ربنا تبارك وتعالى: فجاء بعجل سمين. عجل وليس عجل نحيف، سمين. وفي آية أخرى: بعجل حنيز، أليس كذلك؟ حتى يكرم هذا الضيف، يكرمه، جاء له بعجل كامل. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ وهم ملائكة لا يأكلون. إذن حينما يأتيك الضيف أنت تكرمه، وخاصة إذا كان هذا الضيف يأتي من عند رجل عزيز عليك، أليس كذلك؟ لكن العكس، هذا الضيف جاء ليكرمك أنت، ضيف جاء إليك يكرمك أنت، لا يريد منك أن تكرمه، بل هو الذي يكرمك. هذا الضيف جاء إليك يكرمك أنت، لماذا؟ لأنه جاء من قبل أكرم الأكرمين. هذا شهر رمضان، هذا شهر رمضان، شهر بألف شهر ما يقارب من 82 عاماً، 82 سنة في شهر واحد، أليس كذلك؟ شهر أبواب الجنة ليست مفتوحة، ليست مفتوحة، إنما فتحت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، كلا، إنما قال فتحت، فتحت، كأن هذه الأبواب فتحت على مصرعيها، فتحت كلها. هذا مثلا، هذا باب المسجد، هذا باب المسجد، يمكن أن نفتح نصف الباب ونترك نصفه الآخر، أليس كذلك؟ لكن إذا فتحت هذه الأبواب نفتح الباب كله على مصرعيه، أليس كذلك؟ فتحت، هذه من صيغ المبالغة أهل اللغة العربية وأهل الصرف والنحو، فتحت هذه من صفة، من صيغ المبالغة. إذا جاء رمضان فتحت، فتحت أبواب الجنة، من يريد أن يدخل من هذا الباب؟ من يريد أن يدخل من هذا الباب؟ من يريد أن يدخل الجنة؟ ليس هذا فقط، وغلقت أبواب النيران، ليس غلقت، ليس غلقت، إنما غلقت، تعرفون القفل، غلقت، أحكم إغلاقها، غلقت إغلاقا شديدا لا يستطيع أحد أن يدخل منه. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. عليك أن تتقي الله عز وجل، وعليك أن تحافظ على الوقت في هذه الأيام. حينما تذهب من بيتك إلى المسجد لا تسكت، لا تسكت. سبحان الله 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 سبحان الله. أنت ماشي، حينما تذهب من المسجد إلى بيتك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تذهب من بيتك إلى المدرسة أو إلى المعهد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من المعهد إلى بيتك حينما تعود، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. جماعة، شهر رمضان هذا خير عظيم. هناك ناس الآن وقبل شهر شعبان وضعوا برنامج لرمضان منذ الساعة 1 إلى الساعة 24. في الساعة الأولى نفعل كذا، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، وفي الرابعة كذا، وفي الخامسة كذا.
كل يوم 10,000 تسبيح، و10,000 تحميد، و10,000 تكبير، و10,000 استغفار، و10,000 الصلاة على خير الأبرار صلى الله عليه وسلم، و10,000 كل يوم، كل يوم. لابد أن تضع برنامج لك، لا تدع الوقت يمر، ولا تتكلم في الغيبة والنميمة، ولا تحدث، ولا تغتاب أحد، ولا تظن ظن سيء أحد، ولا تسيء لأحد. خلاص، هذا ضيف الله قد أتى إلينا، هذا ضيف الله قد أتى إلينا، ليس من أجل أن نكرمه، بل هو الذي جاء ليكرمنا. فعلينا أن نحسن الضيافة، أن نحسن الضيافة. لو أن رجل جاء وقال عليك أنا أتيت لك من قبل الأمير من جاكرتا، أنا جئت إليك من قبل أمير جاكرتا أو رئيس جاكرتا، ويقول لك خذ هذه الرسالة، اقرأ هذه الرسالة، تفتح الرسالة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أيها الأخ، ويذكر اسمك الفلاني الفلاني، هذا من عندي، فعليك أن تكرمه إكراما كثيرا، ويوقع تحت أمير جاكرتا. أوه، ماذا تعمل أنت؟ ستذهب إلى المدير وتذهب إلى هذا، خذ اقرأ هذا الجواب، هذا رجل جاء من عند الأمير، والأمير إن أكرمنا ضيفه هذا سوف يأتي إلينا ويتبرع ويبني المساجد ويبني المعاهد وكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ فما بالك بأكرم الأكرمين، من خلق الأمير وخلق السفير وخلق الوزير وخلق الغفير وخلق كل شيء، هذا ضيف من عند الله، لم يقل لك أكرمني، إنما هو الذي جاء ليكرمك. هل يصح أن يكرمك وأنت عاصي لله؟ عليك أن تتوب إلى الله، عليك أن تتوب. ربما أحد يقول يا شيخ أنا ما فعلت معاصي، أنا ما فعلت الذنوب يا شيخ، جدد التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال في حديث يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ده مين اللي بيعمل كده؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر؟ لا، كلا، إنه النبي الذي قال له ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي فعله والذي لم يفعله، هذا أمر غريب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية كان يتوب 100 مرة. فما بالك بالمذنب مثلي ومثل المذنبين، كم مرة يتوب في اليوم؟ كم مرة يتوب في اليوم؟ والله عز وجل ينادي عليك يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. أي توبة؟ نتوب من الذنب ونعود ونتوب ونعود؟ ليس، توبوا إلى الله نصوح، خلاص نعتصم بالله ونتمسك بالله عز وجل، ونطلب العون والرشاد والسداد من الله عز وجل أن يوفقني لطاعته، وأن يوفقني للبعد عن الشيطان وعن العصيان وارتكاب المحرمات والسيئات. تمسك بالله عز وجل، هو القوي، هو الضار وهو النافع، هو القوي وهو الغني وهو العزيز وهو على كل شيء قدير. تقبل، تقبل على الله عز وجل، وتقبل على هذا الشهر وأنت تائبا إلى الله عز وجل. وخلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر شعبان هذا يغفر الله عز وجل، في هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة، يغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا واحد، إلا رجل لا ترفع أعماله. من هو؟ يقول الله عز وجل انظراهما حتى يصل
بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح باب الجنة فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلان تشاحن أو رجل تخاصم مع أخيه، فيقول الله تبارك وتعالى: انظراهما حتى يصطلحا. لا تقبل منه شيئا، لا تقبل منه شيئا حتى يصطلحا. هذا الأيام صيامك في شهر رمضان الماضي يرفع الله في هذه الأيام. قيامك، قراءتك للقرآن، ذكرك للرحمن، الصلاة على النبي عدنان، كل شيء فعلته يرفع في هذا الشهر. من الذي يرفع الله أعماله ويغفر له هذا الشهر؟ ومن الذي لا يغفر له؟ يغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ومن الذي لا يغفر الله له؟ لا يغفر الله لكل متشاكلين أو متخاصمين. يختلفان، يختلف هذا ويختلف هذا، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأسوق امرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عفوا، هذا إذا كان توفيقكم فمن الرحمن، وإذا كان خطأكم نسيانا مني ومن الشيطان. قدر الله لنا لقاء القضاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. في الأسبوع القادم نبدأ في التجويد إن شاء الله، نبدأ في التجويد. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بالقرآن الكريم واللغة العربية والتجويد. التجويد الكتب، تراجعون الكتب، تراجعون التجويد، لأن هذا الأمر يتعلق بأفضل الكتب على الإطلاق، ألا وهو كتاب الله عز وجل. إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أسأل الله عز وجل أن يجعل المطهرين المشهد في ميزان حسناتكم، وأسأل الله أن يوفقكم في امتحان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم النجاح والفلاح والكفاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.